السلام عليكم. في هذا الفيديو أقدم لكم سعر ومواصفات هاتف هواوي نوفا 10. الهاتف به معالج كوالكوم سناب دراجون 778 الجيل الرابع، ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، ذاكرة تخزين 128 جيجا بايت، شاشة 6.67 بوصة، منحنى يمين الجانبين من نوع أولد بدقة فول اتش دي بلس، بكثافة بكسلات 395 بي بي اي، به معدل تحديث 120 هرتز، به نظام هارموني او اس 2.0.1، وبه واجهة اموي 12، وبه متجر هواوي اب غالري، بطارية 4000 ملي امبير، تدعم شحن سريع 66 واط. الكاميرات الخلفية الأساسية 50 ميجا بكسل، والثانية 8 ميجا بكسل زاوية واسعة، والثالثة الخاصة بالعزل 2 ميجا بكسل. كاميرا سيلفي 60 ميجا بكسل، به بصمة داخل الشاشة والتعرف على الوجه، جي بي اس مزدوج، تدعم شريحتين الجيل الرابع، بلوتوث 5.2، به ويفي السادس، يدعم الانفسي، به نظام تبريد مزدوج، وهو متوفر في 4 الوان. سمك الهاتف 6.88 ملم، ويزن 168 غرام. سعر نسخة 8 128 400 دولار، أما سعر نسخة 8 256 448 دولار.